بمناسبة الامتحانات، أكتر مادة ما كنتش بحبها هي مادة اللغة العربية. ما بحبهاش، تفاصيلها كتير ويا لهوي ايه ده، وازاي أدرس مادة ترتيبها في العالمي مش الأول، يعني هي الإنجليزي الأول، ولا كنت بحب الإنجليزي برضو. أنا في اللغة ضايع ضايع خالص، لا عربي ولا إنجليزي، بس كان دايما كده حاسس ان اللغة العربية على مستوى العالم ترتيبها الاخير، ترتيبها يعني اللغة الاولانية اللي في العالم الانجليزي، التانية احتمال تبقى الفرنسية وحاجة، ويجي بعد كده في الاخر ترتيب اللغة. لكن المادة اللي كنت احبها كانت العلوم، افلامونا الله يمسيها بالخير، الله يرحمها لو كانت ماتت، والله يمسيها بالخير لو كانت عايشة، اصل ده زمن زمن دلوقتي، تلاقيها مربية اجيال دلوقتي. العلوم حلو، مع انه بيجي كده في سنة تالتة وبيخيب المنهج اللي كلنا، المادة اللي كنا كلنا نجري منها يعني، بس كان حلو يعني. بعد كده الحساب، الحساب بقى بكل حاجاته يعني، حتى الهندسة والبرهان وهذا ما تم إثبات موضوع، لكن والتاريخ، التاريخ برضه حلو، التاريخ حلو هو والجغرافيا مليان حكايات كده، اي نعم هم بيفشروا علينا في التاريخ، بس انت بتبقى مبسوط بقى ان في حكاوي بتتقال. هي دي المواد اللي كنت بحبها زمان. انت ايه المادة اللي كنت بتحبها؟ طبعا اللغة العربية بالنسبة لي كانت وحشة، لان كان في مدرس وحش هو اللي بيدرسها لي، ما هي بتبقى على حسب المدرس، لو المدرس حلو هيحببك في المادة، لو وحش هيكرهك في المادة. فأنت إيه المادة اللي كنت بتحبها؟